بس أصعب لحظة على الإطلاق يعني وفاة أختي، وإن أنا ما كناش على علاقة كويسة. أصعب لحظة مرت عليا في حياتي لما غسلت أختي غنوة، وكنت عاوزة صحيها خدها معايا، وندمانة على كل لحظة كنا بعيدة عن بعض فيها. أنغام بتتكلم لأول مرة عن وفاة أختها غنوة اللي رحلت في حادث سير سنة 2018، واللي علاقة أنغام بيها ما كانتش أحسن حاجة، وكان في خلافات كتير بينهم قبل الوفاة وشبه قاطعين علاقتهم ببعض. ورغم تجنب أنغام إنها تتكلم عن علاقتها بأختها غنوة في أي لقاء ليها، لكن فتحت قلبها لأول مرة في لقائها مع أنس بوخش، واتكلمت عن قد إيه وفاة غنوة أثرت عليها، خصوصاً قبل الخلافات اللي بينهم. غنوة كانت بمثابة بنتها، مش مجرد أخت ليها، ولحد لحظة وفاتها وهي بتغسلها ما كانتش مصدقة، وكانت عاوزة القدر يديها فرصة تانية إنهم يصلحوا علاقتهم ببعض الآخر مرة. وقالت كانت خبطة كبيرة وقاسية جداً، مع إن علاقتنا ما كانتش كويسة، لكن ما كنتش عايزة أصدق لحد ما أنا غسلتها بإيدي، وكنت عايزة صحيها. ما بحبش أدافع عن نفسي ولا أتكلم عن حد مش موجود، لكن كل اللي أقدر أقوله بمنتهى الأمانة وبيني وبين ربنا، عمري ما كنت سبب زعلها مني، دي كانت بنتي مش أختي، والفرق بيني وبينها 16 سنة. هي كان عندها أسبابها، ممكن لو عمرها طال شوية كانت الأمور تتغير وتعذرني، لكن مفيش حد حنن قلبها وكانوا بيقسوها عليا. وجهت أنغام رسالة ليها وقالت لها وحشتيني جدا، وحشتني غنوة بنتي الصغيرة اللي كنت بسرح لها شعرها وأحميها في حضني تحت الدش. وياسين ابنك أحلى حاجة سبتيها لي في الدنيا، انتي سبتيلي نعمة وهدية كبيرة وحتى من قلبي هو في عينيا، ما تخافيش عليه. غنوة هي أخت الفنانة أنغام من الأب، ويقال إن سبب الخلاف اللي كان بينهم هو علاقة أنغام المتوترة بوالدهم، وده تأكد لما غنوة قبل وفاتها بفترة كتبت بوست على صفحتها وقالت أبويا الموسيقار محمد علي سليمان شرف ليا إني بنتك، وأي حد يتشرف بحضرتك، وأي حد يتمنى إنك كنت تبقى أبوه، اسمك وسيرتك شرف ليا ولاخواتي، ربنا يخليك لينا ويديلك طولة العمر يا رب. ولا حد يقدر يمحي اسم محمد علي سليمان من تاريخ الموسيقى العربية، من غيرك ما كانش هيبقى في حاجة اسمها أنغام، مش هتقدري في يوم تلغي اسم محمد علي سليمان، موجود بيكي ومن غيرك، لأنه شرف لكل فنانين مصر.